هذا الشكل النهائي للكبسة الحمراء بالضغطة. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي كبسة حمراء بالضغطة، طريقة سهلة وبسيطة. عندي هنا الدجاج غسلته بماء ملح وخل، عندي سمنة، وعندي هستخدم نصف علبة طماط ونصف علبة صلصة، عندي فلفل وبصل وثوم، ليمون اسود وعود درسين، وعندي هنا بالنسبة للبهارات الناعمة ملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة بهار مشكل، وملح، والكمون ملعقتين صغار كمون. يلا نقول بسم الله. شوفوا بالنسبة للرز، الرز لسه ما غسلته ولا نقعته. أول ما شغل الضغطة أغسل الرز ونقعه. هنا حطيت زيت، وهنزل في هنزل بالبصل. بسم الله. طبعا تعرفون اللي يتابعني يعرفون أنا ما أحب أحمس في الضغطة الكهربائية، انتم براحتكم تقدروا تحمسون فيها، لكن انا ما احب احمس فيها. الضغطه العاديه عادي احمس فيها، لكن الكهربائيه ما احب فاحمس هنا وبعدين انزله في الضغطه الكهربائيه. خلي بس ياخذ لون البصل، بعدين اوريكم الخطوه اللي بعدها. شوفوا ان البصل بدا ياخذ معي لون، عشان انزل الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس شوية دي يعني ما بيتحمر. هذه الكبسه انا سويتها يوم الجمعه، بس عيالي قاعدين يحنوا مسويين مسويين، عجبتني يوم الجمعه. يوم الخميس انا ما نزلت لكم شيء، كنت مطلعه الدجاج، يعني شفتني بسوي ملوخيه ورز مع الدجاج بالدجاج، يعني ملوخيه بالدجاج. بس عندي ولدي الله يصلحه يحني يبي البيت، فيوم شايف له في البيت غدا ما سويت الدجاج وحتى في الثلاجه. طبعا اذا طلعت الادام يا بنات لا تنقعونه بالمويه، بدون مويه، يعني خلاص فوق شو حننزل الدجاج. انجروه بدون مويه، خلوه بعد صلاة الفجر، خلوه برا بدون مويه، يعني يدوب بدون مويه. المهم دخلت الدجاجة في الثلاجة، شو خليهم لمدة 5 دقايق مع البصل والثوم. يوم الجمعة طبعا ما قدرت اخلي الدجاجة، ما تختلف علي اني اخلي ذا، فسويتها يوم الجمعة كبسة بالضغطة حمراء عجبتهم. فقال لي يوم الأحد قول لي سووا، ما سويت، قلت لهم بسويهم. احنا العادة الجمعة يكون سمك، بس عادة كان طلع الدجاجة مش حرام تخرب عليا، فسويتها لهم. يوم السبت بعد أنا ما صورت، بس شوية كفتة، بس ما مداني اصور. سويت كفته بال كفته ورز، سويت كفته وسويت رز ابيض وطماطم الطحينية. احنا خليها 5 دقايق، بعد 5 دقايق اقول لكم الخطوه اللي بعدها. شوفوا بعد 5 دقايق احنا نضيف البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبها وهضيف الطماط والصلصة. نصف علبة صلصة، وأحط الليمون الأسود الدرسين، وأحط الفلفل الأخضر، وهنا من عدت علبة الطماط. هنزلها وخليها تتسبك. شوف الحين خليها تتسبك على ما احضر ما اجهزها، اجيب الضغطة هنا واجهزها. بكون خطوة لكم. شوف خلاص اتسبكت، الحين اطفيها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الحين انزل الدجاج. خليني اجيب مويه.
حطوا مويه نفس اللي حمستوا فيها. بسم الله. ونرجع الجبال. هنشغل عليها بس نزيد لها شوي مويه بعد. خلينا نزيد لها شويه. بسم الله. الحين اشغل الضغطة واغسل الرز ونقعه على ما يخلص الدجاج عندي. بسم الله. شوف خلاص خلصت عندي الضغطة، فتحتها عشان اضبط الملحة. وهذا الرز اللي نقعته يوم اني كبت، يوم شغلت الضغطة. طبعا هذا الرز مش شعلان، هذا رز مزيتي اليوم مستخدمه انا، يعني 15 دقيقة بس نقعته يكفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس اظبط الموية، المستوى حق الموية مش الرز. بسم الله. طبعا الدجاج زي انتم حابين تطلعون تقدرون تطلعون، بس اللي عندي حابين انه هو يكون مع، يعني ما يبغونه محمر، يبغون جوا الضغطة. بس خليني اظبط الموية. بشيل منها شوي شوي زايد عندي. ممكن تقدرون تطلعون الدجاج وتحمرونه وتحطون بالفرن حسب رغبتكم. بسم الله. شوف هذه ما تقطونها، تقدرون فيها مرق او تجي او يشربونها كده او مع خبز، مره تجي لذيذه. شوف الحين كده خلاص، الحين اسكر عليها. واذا خلص الرز مع الدجاج اوريكم الخطوه اللي بعدها. احنا شغلنا على الرز. بسم الله. شوف خلاص خلص عندي. بسم الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن المنظر حلو. احنا حط عليه ملعقة سمنة وملعقتين سمنة، وغطي عليه مدة 5 دقايق بدون ما اشغل الضغطة. انا مجهز الصحن وجهز اغراض الغداء. بسم الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. احنا غطيه. شوف الحين بعد 5 دقايق خلاص. بسم الله. جهزت الصحن. خليني اطلعها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اوريكم لكم الكاميرا. دقيقة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. بسم الله. خليني بس ارتب الصحن اوريكم الشكل النهائي. هذا الدجاج. وشوفوا الرز الحبة بحبتين.